مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الويدجز بيتايتو البطاطا الحلوة. عندي مي مغلية غليتها لسرع طريقة السلق، حطهم بقلب المي بسلقهم على الغاز. هلا هون بعد ما سلقت البطاطا 3 ساعة شو بعمل؟ عندي زبدة، بدهن سنيتا بزبدة، حط البطاطا عليها، بدهن البطاطا زبدة بهاي الطريقة. هلا بعد ما دهنتهم بالزبدة شو بعمل؟ بحطهم بالفرن. هيدي البطاطا الحلوة بعد ما حمرتها من الأعلى بالفرن شكلها بعقد. فيني إذا بدي رش عليها رشة بهار، رشة ملح خفيفة، وكمون كمان إذا بدي. هيدي البطاطا الحلوة اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.